السلام عليكم. هذا سيدي عمري في احدهم صاحبي لو سمحتوا شاورجيكم احضنهم بس مكتير عرفتوا قد ايه بحبه؟ احضنهم بس مكتير هلا جايين رقد دشرنا السيارة وجايين بالبسكليت اخذنا بسكليتي ابو ثلاثة مو ابو واحد ولا اثنين ابو ثلاثة لعبة وين فايت انا؟ بقولكم عليه بعدين على انا عم شو ضايق عليك ضيقة تضيقة خان هي حلاوتها انه تكون ضيقة من بعد ضيق لفرج والله وضعنا بامستردام واقفين هيك شو عم يشتغلوا احلى شيء واحد يضيع بمكان مو معروف شو هو وابتدى 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 المشوار هذا غياس مرحبا غياس حبيبي الحمد لله على السلامة نورت امستردام حبيبي شو بيقولوا بالهولندي؟ فيلكم هي شو هي معلبات ولا شو هي؟ قلت لكم بدي لكم كثير قصص على غياس بدك تعمل اعلان هلا لهولندا للسياحه شو بتقول له اصعب سواق بالعالم بامستردام عدد السكان شي 16000 نسمه البسكليتات 45 مليون بسكليت هاي البسكليت عم بيقولوا عنه اول مره بجيلا اتعقدت بالبسكليتات بعدين عرفت اللعبه خلص صرت اعرف بقى شو طريقته ايه والله الواحد عنده 5000 بسكليت ايه والله بنسبه كل واحد عنده ثلاث بسكليتات لا خشخ تحتي ويلي انا على الريحه يا ويلي انا شو راح يصير يا ويلي تتذكر يا جماعه وكنا عم نسبخ شنباته للخال شو؟ شو في على اخر يا صباح مين خال هلا؟ هلا قصدك نلعب البسكليت لا لا يلا تفضل ويلكم تو امستردام ويلي انا بس خليني اوصل على الحمام وجاي لكم اخر مره اجتمعنا لما كنا باغنيه ورد البستان مزبوط كثير بنفس المنظر هيك كنا وعم نمشي نحن لو شفتوا رجعتوا شفتوا الكليب مره ثانيه ورد البستان بجمل مكان جوا عيوني بغمرها كل الايام خطفتني نسمات عطره وكان اللي كان سرقتني كله وشو بدي كمان ورد بستان بجمل مكان جوا عيوني بغمرها كل الايام خطفتني نسمات عطره وكان اللي كان سرقتني من الدنيا كله وشو بدي كمان قولي 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 شو بدك قولي 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 وقلبي قلبي قلبي ناطر على نار نرجع نعيد المقطع نفس الغنية واحد اثنين ثلاثة طب قولي 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 شو بدك قولي 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 وقلبي قلبي قلبي ناطر على نار بس هلا للأسف احنا مانا باليونان احنا وين بأمستردام مرحبا يا مدام لك اهلا وسهلا بهالقمي بهالعين لك يقبشني انا فابيو جو ليتس جو